السلام عليكم. سجلت الجزائر قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وفق آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وحسب نفس المصدر فقد تم إحصاء 1109 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، أي بفارق حوالي 200 إصابة عن الحصيلة السابقة. كما قال مختصون أن الحصيلة المعلن عنها هي فقط من المستشفيات، والحصيلة الحقيقية ربما تفوق 5000 إصابة، وتقترب هذه الحصيلة من الأرقام القياسية لعدد الحالات المسجلة خلال الموجة الثانية شهر نوفمبر الماضي. في نفس السياق أكدت الوزارة تسجيل 13 وفاة جراء الإصابة بكوفيد 19 وتماثل 617 شخص خلال نفس الفترة، فيما يتواجد 49 مريض في العناية المركزة، وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 149906 حالة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تمثلوا الشفاء 103809 شخص، فيما قدر العدد الإجمالي للوفيات ب 3895 حالة.